وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي بره. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، اني في حياتي اعيش ولا تلاقي لي. بابي، أنا عايزة أقولك على حاجة بخصوص البنت اللي اسمها جيجي. خير؟ بس بليز لو سمحت ما تاخدش كلامي من حتة يعني إن أنا مش بحبها، بس من غير مقدمات. أنا هفهم. بابي، البنت دي كانت مصاحبة زمان واحد اسمه ديبو، فاكره؟ اللي كان مع يوسف في السفرية، ومعرفش ايه اللي حصل. إيه فجأة كده بعد ما هو سافر نسيته تماما وقلبت عليه ولفت على حضرتك وبقت بتحبك ومش قادرة تعيش من غيرك، مش عارفة ازاي، رغم انهم يعني كانوا شبه مخطوبين. بابي، انا خايفة عليك قوي وحاسة ان البنت دي داخلة على طمع. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ والله ده اللي انا سمعته. من مين؟ من حد انت تعرفه كويس وبتحبه قوي وعارف ان هو مستحيل يكتب عليك، وكان عايش معاهم وشايفهم. يوسف. يوسف اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ ليه يا بابي بتقول عليه كلام فارغ؟ يا بابي، انا خايفه عليك وعلى سمعتك. انا مش عايزه منك اي حاجه خالص غير ان انت تفكر كويس قبل ما تاخد القرار ده. انا حاسه ان البنت دي مش بتحبك. يا بابي، انا بنتك مش حد غريب، واللي يمسك يمسني.
طعم يوسف بيومي يا فندم. هو ده؟ ايه بقى يا عم يوسف؟ عايزك كده بقى تهدى وتركلس وتجاوبني على كل اللي هقول لك عليه. انا عايز اعرف القصه من الاول وبهدوء شديد وعلى مهلك خالص. قصه ايه يا باشا؟ لا مؤاخذه انا مش فاهم حاجه. انت هتستعبط من اولها؟ قصتك مع امجد بيه؟ باشا انا ماليش قصه مع اي حد. والباشا انا اول مره اشوفه. انا باشا شفتك قبل كده؟ انت تستعبط روح امك. شايف يا باشا؟ شايف يا باشا بيشتمني ازاي في حضره الحكومه؟ يعني كده ينفع؟ ماشي. بص يا امجد بيه، سيب لنا الموضوع ده وانا هخلصه. يا ريت حضرتك تتفضل دلوقتي وانا لما عاوزك ابعت لك. بص بقى يالا، أنا موتي وسمي اللي يستعبط عليا أو حتى تحاول إنك تتزاكى عليا، فعايزك كده تتكلم معايا دغري وتبقى واضح، لأن القضية لبسك لبساك، وفي مجني عليه تعرف عليك، وفي محضر، وما أدراك بقى ما المحضر اللي أنا ممكن أعملهولك وأوديك في داهية، فعايزك كده تتكلم وتقول الصراحة بدل ما أتصرف أنا. باش سعادتك طبعا تعرف تكتب المحضر اللي انت عايزه وتعرف تعمل معايا اللي انت عايزه، بس انا عايز اقول لسعادتك ان انا مظلوم وانت وضميرك بقى يا باشا. والله مظلوم. الو. ايوه يا ماما، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه. انت عامله ايه نادين؟ الحمد لله. بقول لك يا ماما، هو يوسف نايم ولا ايه؟ بكلمه موبايله مقفول على طول. يوسف مش موجود يا نادين. يوسف اتقبض عليه امبارح. اتقبض عليه؟ ايوه اتقبض عليه امبارح، الحكومة جت اخدته من البيت. ليه؟ مش عارفة، مش عارفة يا نادين. طيب ما تقلقيش ان شاء الله خير. خلي الموبايل بس جنبك وانا هكلمك تاني. مع السلامة. الله يسلمك. هو الموضوع كتب في الجرايد؟ لا مفيش حد كتبه. طب انت عرفتي ازاي؟ وانتي تعرفي واحدة اسمها أميرة إبراهيم؟ اه دي تقريبا كانت معانا. وهي ما قالتلكيش ان هي هترفع قضية بسبب الكشوفات اللي حصلت دي؟ لا ما قالتليش. وبعدين حتى لو هي هتعمل كده انا مال انا؟ انا عايز اعرف انت عرفتي ازاي؟ انا عرفت عن الموضوع ودورت وراه ولقيت اسمك انت مكتوب في الكشوفات، فقلت اجي اتكلم معاكي على طول. كشوفات ايه؟ اسمي نزل في كشوفات ايه؟ يعني الموضوع هينزل في الجرايد؟ لا ما تخافيش، مش انتي اللي تخافي، اللي عملوا كده هم اللي يخافوا يا شيماء مش انتي. انا مش عايزاها حرب، انا عايزه انسى اللي حصل، عايزه انسى اللي حصل كله، مش عايزه رجلي تتجر في حاجه. اهدي اهدي اهدي. أنا مش عايزة أديبه يعرف، ما تقوليلوش، محدش عارف رد فعله هيبقى عامل إزاي. مش هقول له حاجة ما تقلقيش، أنا جاي أتكلم معاك أنتِ. أنا مبسوطة قوي يا سماح، أنتِ مش عارفة شيمي حنين عليا قد إيه، وبيحبني قوي، مفيش طلب أطلبه إلا لما يجيبوه. مبروك يا بت، أنا كمان مبسوطة لك والنعمة الشريفة. شفتي يا بت اللبس كده؟ أما دخلت عليا يا بت ما عرفتكيش، لولا لسانك الزفر لسه. ولسه ولسه قال لي بقى بصي انا هعمل فيكي عمايل، هغير لك شعرك وهجيب لك لبس قد كده وهقلبك، هخليكي كده زي نجمات السينما. انت عارفه ليه يا بنت؟ عشان انت طيبه وبنت حلال، فربنا بيوقف لك ولاد الحلال. يا رب. هتدخلوا امتى يا بنت؟ قريب، هو بس ورا شويه كده حاجات هيخلصها وبعدين هندخل على طول. طب يلا شهيلي، عايزه افرح بيك. سماح الميه قطع ولا ايه؟ لا يا اخويا مش قطع. اهلا اهلا، هي المدام جيجي هنا؟ مش كنت تقولي لي يا سماح كنت لبست البدله بتاعت مقابلات المهمه؟ مبروك، سمعت انك وقعتي واقفه. الله يبارك فيك يا سيك. سمعك صح يا اخويا، وقعت واقفة. امال يعني كنت عايزني ايه؟ اقع ما اقومش؟ قصدك ايه؟ ديبو؟ ديبو عمره ما يقع الا واقف، وبكره الايام تفكرك. قال ديبو ايه؟ ما بس بقى في ايه؟ بس يا سيكا بس يا بنت يا جيجي، هتخشوا لبعض قافيه؟ ولا قافيه ولا حاجه، اروح استحمى احسن. احسن برضه. رقت دمي. اشربي.
هو البيت هص هص ليه؟ فين الري وفين خالتي زوز؟ هو انت ما درتيش؟ لا. يوسف اتحبس امبارح، راح اتقبض عليه بجد؟ او نعم، فخالتك زوزة طبعا راحت تواسي خالتي ديح، وطبعا الري مش هيسيب يوسف بقى. لا حول ولا قوة الا بالله، اتقبض عليه؟ ربنا يستر. هو ايه اللي مقعد بوز الغراب سيجي عندكم؟ بس يا بنت ما تقوليش عليه كده، هزعل منك، في ايه؟ هو اللي ابتدى. بس انت اختي برضه، هقول لك تعالي. شكله كده هربان من حاجه ومستخبي من حاجه، ما اعرفش. سمعت طرطيش كلام كده بينه وبين الري. حد بتقولي لي يا بنت؟ ايوه يا بنت، هقول لك بس من غير شماته. لا طبعا مش فاكرين سيكا برضه. يا بنت نسيتيني، ده انا ورايا ميعاد. ميعاد الساعه؟ يخرب بيتك، دي دهب يا بنت؟ امال ايه؟ الشم جايبها لي بشيء. طب والنعمه لايقه عليكي، بيضه كده ومنوره. لازم انزل بقى عشان هيجي لي بالعربيه ياخدني كده اشتري شويه حاجات. طب اسالي عليا يا جيجي. اه طبعا. وانت كمان ماشي. يا بت ماشي، انت بوكس اوعي تتعكسي وانت حلوه كده. يلا سلام سلام. ما مسكين بقى الواد يوسف ليه يا باشا؟ ما ترسيني كده على الحوار لو في حاجه. يعني مش عارف بجد يا رايق؟ واعرف منين يا باشا؟ ولو اعرف كنت جيت لحد هنا وتعبتك معايا. ماشي يا سيدي، هعمل نفسي مصدقك. بص بقى رايق كده، ومن الاخر صاحبك يوسف ده مقبوض عليه في قضيه متظبطه على مقاسه. راح بلطج على واد اسمه امجد. امجد ده بقى الاعلام عامل منه بطل مصر الرياضي. يعني صاحبك متعاص ومتربط على الاخر. متربط على الاخر يا باشا؟ يعني امجد ده ابن مصر ويوسف اللي ابن كلب؟ وبعدين ده بيحضر لفرحه وبيكمل نص دينه وفاصل نفسه عن الحوارات دي كلها. يعني يكمل نص دينه يقوم يعرفنا احنا؟ عموما يا سيدي، هو اترحل بالليل لاسم اول مدينه نصر تبع الدايره المبلغ عنها الحادثه. رحلوه مدينه نصر؟ يا عمي ما تقلقش، الاسم هناك كلهم حبايب، يعني ممكن اوصلك عليه. جدعانه مني ها، بس ترسيني بقى على الحوار من الاخر. يا باشا حوار ايه بس؟ هو احنا بقى في بينا حوارات؟ احنا مش بينا حبايب ولا ايه؟ بعدين الواد يوسف ده متعلم وابن ناس وانت عارفه كويس، مش كده ولا ايه؟ ماشي يا رايق، اوصلك عليه. ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. استاذن انا. سلام يا باشا. سلام يا رايق. من ساعة ما قعدنا وانت كده انا حاساك مش طبيعي، هو في حاجة معكرك؟ أخبار دياب إيه؟ قصدي ديبو، مش أنت برضه بتدلعيه وتقولي له يا ديبو؟ أنا مش فاهمة قصدك إيه؟ هو في حد موصل لك كلام عني؟ طبعًا تلاقي يوسف. عمومًا آه، دلع دياب ديب، ومش أنا بس اللي بقوله كده، دي الحتة كلها بتقوله يا ديب. وإيه اللي بينك وبينه؟ هيكون يعني إيه اللي بيني وبينك؟ حاسب على كلامك لو سمحت. واللي كان بيني وبينه كان ماضي وخلص، ومحدش في الدنيا دي كلها من حقه يكلمني في الماضي. وبعدين؟ ولا قبلين، قلت لك كان وخلص. ولو كان يوسف زود لك اي كلام يبقى ما تصدقهوش، عشان هو كداب، والحته كلها عارفه انه كده، زيه زي ديبو بالظبط، هما الاثنين بلطجيه ونصابين. يوسف؟ اه يوسف اللي انت مستأمنه على مالك. ولو مش مصدقني بسلامته، محبوس دلوقتي على ذمه قضيه سرقه، روح بنفسك وتاكد. طبعا انا اسف، بجد انا اسف، مكانش خطه. انا ما كنتش مستنيه منك كده. جاي تتهمني وتقولي اللي بينك وبينه؟ ده كان واحد على الباب ومشيته وربنا اللي يعلم. ولا يعني عشان غلبانه وماليش حد تسند عليه وبحبك يبقى تعمل فيا كده؟ طب عشان خاطر ما تزعليش، عشان خاطر أنا كنت بسأل بس عشان بغير عليك وبحبك أكتر من أي حد في الدنيا دي كلها. سامحيني بقى. ما أنا مش بعرف أزعل منك عشان بحبك. إيه يوسف؟ طمني إيه اللي حصل؟ طمنك إزاي بس يا مين؟ أنا شامم في الحوار ريحة مش هي. أنا بتسلم تسليم أهالي.
معلش ان شاء الله تطلع منها صح سليم. تطلع منها ازاي بس؟ الواد متعرف عليا كاني جوز امه. يا ابن اللذين اطلع لنا منين انت كمان؟ طب وانت انت قلت ايه جوه المحضر؟ ما قلتش حاجه خالص، عملت نفسي من بنها. خليك عامل نفسك من بنها بقى، ما تغيرش كلامك زي ما انت. يا رايق يا باشا. مش خلاص بقى ولا ايه؟ تمام يا انا باشا. عملت حساب لهيثم باشا. الله يبارك لك يا باشا، الله يكرمك. يا ريت بقى الموضوع ده ينتهي يا سهر رمضان. تمام يا فندم. خد يوسف اخرجه بره. اطلع قدام يا يوسف. شكرا يا باشا. العفو يا سيدي. شكرا يا باشا. تعبت معانا. العفو يا سيدي. الله يبارك لك. تحت امرك. الله يبارك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. صاحبي جيل جيل. صباح الفل يا مسعد. صباح الفل. نارك ابدا حبيبي. صباح. ايه مالك قاعد ليه كده؟ الناس بطلت تشتري دهب ولا ايه؟ يا عم احسن اديني بشرب السيجاره. والواد فاروق فين؟ ومش شايف جيجي يعني مش قاعده معاك. اوعى بقى المقدس مشاها. مشى مين يوبا؟ ايه اللي مشيت؟ بطاقه القدر اتفتحت لها وهتتجوز راجل تقيل قوي. جيبه مليان على الاخر. اوبا اوبا اوبا. لا ما تاخدنيش على الحامي. بالراحه كده بقى وفهمني بالواقع. احكي لك ايه ولا ايه بس يا جلجل؟ تصدق الدنيا دي بتفتح بتفتح من واسع قوي. اه. وقعت عليه منين بنت الدايخه دي؟ راجل جامد قوي. عضو مجلس شعب وبتاع. ناس عارفه مصلحتها مش زنا خايبين. الله. طب ما انت هرش الليله اهو بقى وفاهم الدنيا. هتفضل خايب كده لحد امتى ما تتحرك؟ بقول لك ايه؟ سيبنا اشرب السيجاره وانطر من دماغي. يا عم حقك عليا، انا جاي اصبح عليك. هات سيجاره. احلى سيجاره. تلاشى يا يوسف، كله هيعدي ان شاء الله. لما دقت عرست ابويا مين؟ يوسف. معلش يا باشا بس هكلم خطيبتي دقيقه واحده. مش هينفع يا يوسف. وايه اللي مش هينفع يا عم رمضان؟ انتوا ما عندكوش شاي هنا ولا ايه؟ تعالى اقول لك حاجه. ايه ده؟ ماشي يا رايق. انا مش مصدق اللي حصل ده بجد. هو ايه ده اللي بجد يعني؟ انا عملت كده الحكايه وما فيها ان في واحد كنت انا عايز منه فلوس وجالي البازار مسكت فيه راح عامل لي النمره دي كلها. انت قلت ايه في المحضر؟ قلت ان انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. انكرت يعني؟ ما انكرتش يا باشا، انا قلت الصدق هو ده اللي انا اعرفه. الحمد لله، انا كنت متاكده ان انت بريء، استحاله تعمل حاجه زي كده. بص بقول لك ايه، انا جبت الاستاذ معايا عشان نشوف ايه الموضوع. ما تقلقش يا يوسف، انا هدخل اشوف ايه اللي في المحضر. ينفع لحد كده يا يوسف ولا ايه؟ يلا خلي بالك من نفسك يا يوسف. ها يا رما، انت لازم تفهميني، انا اعتذرت لك على اللي حصل، وانت عارفه الناس اللي في المناطق الشعبيه عاملين ازاي. مفيش مشكله يا سيد، على العموم ملوش لازمه ابدا الكلام ده دلوقتي، احنا مفيش بينا اي حاجه غير الشغل. يعني ايه؟ يعني اللي سمعته بيتهيألي ما عادش بعد اللي حصل ينفع ان احنا نتكلم مع بعض في اي حاجه غير الشغل وبس. يعني هي بقت كده يعني؟ انت كده بتظلميني معاكي، وانا كده ازعل منك قوي. مين المفروض يزعل من التاني؟ ما انا اعتذرت لك بدل المره 10، خلي قلبك ابيض بقى. شكرا على اعتذاراتك الكتير قوي اللي انت قدمتها لي دي، بس الاعتذارات دي ولا حاجه بالنسبه للي حصل. طب على فكره انا هفضل اعتذر لك لغايه ما تصدقيني. ملوش لازمه ابدا الكلام ده دلوقتي، نبقى نتكلم فيه بعدين. بعدين امتى؟ زي ما بيقولوا خليها بظروفها. ماشي. ماشي يا اروى. بس انا مش هيأس. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انا بحبك. سوري يا سعيد، انا لازم انزل دلوقتي، مستعجله قوي. براحتك، هتصل بيكي لما تخلصي. اوكي باي باي. باي. يا مشكله. اروع. يا ميمي مالك؟ حكايه الواد يوسف ده مين اللي زق عليها؟ العيال المربيه جوه في المخزن واللي بيحصل لسيكا دماغي اخرت لخبطه، مش عارف كل ده ليه. انا الحوار ده برضه مش داخل دماغي، بس لازم نهدى شويه عشان نشوف هنعمل ايه. الواد يا ابني كنت بفكر كده يعني، تيجي نكلم الجنرال. يا ميمي تاني جنرال؟ ما هو اللي حصل ليوسف ده بسبب ام الجنرال. انا خايف نجرب في يوسف الحوار يفكس مننا. ما ديك بتقولها بسببه، يبقى لازم يدخل فيها. هذا الحجز وحش. الواد يوسف حلو كل حاجه، بس البهدله مش شبهه صاحبي وانت عارف. عارف يا ميمي، بس برضه الجنرال انا مش مستريح للخطوه دي. معلش كلمه. أنا هكلم السنيور. ياسين. أهلا يا دياب. الحمد لله على السلامة. أي خدمة؟ الله يسلمك يا سيدي. بقول لك يا سيدي، كنت أنا وميمي كده عايزين نقابل الجنرال. آه بس الجنرال مش موجود. طب هيرجع إمتى؟ والله ده سؤال أنا ما أقدرش أسأله، لأنه مش شغل. بقول لك يا سيدي، الحوار ده ما يتأخرش، وأنا عارف إنك أنت ممكن تتصرف، اتصرف. طيب سيبني اشوف وارد عليك. ماشي يا سيدي. استني تليفونك. طيب بقول لك مش موجود. تهرب يعني ولا ايه؟
مش عارف. انا هروح اعمل تليفون. طب ما تعمله هنا. يعني شويه مشاعر بس. شويه ايه؟ مشاعر. واضح ان هم واقعين قوي سعادتك. سيبهم شويه. اوامر سعادتك. تعرف يا سن، لما يبقى عندك كلب شرس شايف نفسه شويه وفاكر نفسه ان هو الكبير تعمل فيه؟ اتعلم من سعادتك. تحبسه في اوضه ضيقه وضلمه وتجوعه. بعدها لما تيجي تديله حته لحمه هتلاقي عينه منك في الارض ذليل بيتمسح فيك. وبعدها بيتعلم. بيتعلم ايه سعادتك؟ بيتعلم ان انت الكبير اللي في ايدك السلطه، اللي في ايدك الحياه والممات. ازيك؟ وحشتيني. انا كويسه. انت عامل ايه؟ عايز اعرف اخبارك. انا كويس الحمد لله. ايه بتعمل ايه؟ انا انا بشرب سيجاره. يا سلام. لا بجد، يعني بتعمل ايه دلوقتي؟ تيجي نتقابل؟ يا ريت نتقابل بس مش هينفع النهارده. ليه؟ مفيش. واحد صاحبي وقع في مشكله. ايه مشكلتي؟ يقول لي انا صحفيه واقدر اتصرف. شايف العوزة اكبر صحفيه في مصر. بس هي مشكله ملخبطه كده، بحكيها لك بعدين. خير ان شاء الله. طيب انا هروح وانت ما خلص كلمني. اوكي باي. استاذ دياب اتفضل معانا. اتفضل معاكوا على فين؟ هتعرف لما تيجي معانا. ايوه يعني اروح فين يعني؟ هتشرب معانا فنجان قهوه ونسالك سؤالين وهترجع تاني على طول. هي كلها ربع ساعه من وقتك مش اكتر. لا انا مش فاضي ومبشربش قهوه، فيا ريتني اخليها وقت تاني. لو جينا لك وقت تاني هنجي لك بطريقه مش هتعجبك خالص، ايه رايك؟ اه لو على ايه؟ نشرب قهوه احسن. اتفضل. شحطه. ايه يا فندم؟ هو يوسف ما جاش النهارده ولا ايه؟ لا يوسف ما جاش النهارده خالص. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا بابي. شفت يا ستي، خليتيني اظلم جيجي بالكلام الفارغ اللي قالوا عليها الاستاذ يوسف. يعني ايه؟ مش فاهم. الاستاذ قال عليها الكلام ده عشان رفضت تتجوز صاحبه اللي اسمه ديبو. ديبو البلطجي اللي يوسف هيبقى شريكه في كل المصايب اللي عملها. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابي؟ ازاي تقول عليه كده؟ انت ناسي وقف معانا ازاي وعمل ايه؟ انا كمان ما كنتش مصدق زيك، بس الاستاذ محبوس دلوقتي في القسم على ذمه قضيه ربنا وحده اللي يعلم فيها ايه. ايه محبوس ازاي؟ محبوس ايه اللي حصل؟ طب حضرتك سبته كده ما عملتش حاجه؟ لا طبعا مش هسيبه. هو ممكن يبقى فيه كل العبر بس انا مش هنسى وقفته معانا. انا بعت له محامي على الاسم. يعني ايه بابي بعت له محامي؟ حضرتك ما رحتش ليه؟ ولا كلام جيجي اثر فيك؟ ايه اللي دخل بس جيجي في الموضوع ده دلوقتي؟ وبعدين ما ينفعش يا حبيبتي، انا دلوقتي عضو مجلس الشعب والعين عليا وانت فاهمه ده كويس. ما ينفعش اروح ازور واحد محبوس في القسم الصحافه تشم خبر وانا مش ناقص. ايوه بابي صح، عندك حق فعلا. مش فاهمه هو في ايه؟ مفيش حاجه، ما تقلقيش. اتفضل يا استاذ. مفيش حاجه، مفيش حاجه. اتفضل. خلي بالك على نفسك. اتفضل. ازيك يا دياب؟ اقعد واقف ليه؟ هو سعادتك. ايوه اتقابلنا قبل كده في سلوفينيا. الرائد سامي مراد جهاز الامن القومي. هو يعني هو ساعتك يعني ما قلتش ليه يعني؟ ما جاتش فرصة نتعرف على بعض بشكل أكبر يعني. شربت حاجة؟ أنا شربت حاجات كتير يا فندم. هو في إيه بالظبط؟ محتاجين يا سيدي ندردش مع بعض شوية. ندردش ماشي. في إيه بالظبط؟ هتعرف كل حاجة حالا.
قول لي يا دياب، ايه اللي يخلي واحد يبيع بلده؟ يبيع بلده؟ يعني حاجات كتير يعني، ما بيحبهاش، سبقه وبعته، ما عندوش انتماء، يعني حاجات كتير يعني. وانت اي حاجه من الحاجات دي؟ حضرتك انا من حقي ان انا اعرف الاسئله اللي انت بتسالها لي دي الغرض منها ايه؟ ده انا قلت انك صحفيه ولماحه وهتقري الخبر من عنوانه. ايوه بس حضرتك بتتكلم عن تعامل وكالات انباء وجهات اجنبيه، انا بس عايز اعرف هو ده هيوصلنا لايه؟ هيوصلنا للاتهام المحتمل ليكي. اتهام ليا انا؟ بايه؟ شفته قبل كده، في واحد عرفني عليه، حصل اتفاق ما بيننا وشاركته بكل الفلوس اللي كانت معايا. وهل ده كلام منطقي يتصدق؟ حضرتك كنت هناك وشفت كل حاجه، كان في شباب من كل حته، من الاردن، من السودان، من الكويت، انا ما كنتش لوحدي. بس انت اللي اديته الفيديوهات. يا فندم الفيديوهات دي على اليوتيوب والفيسبوك واي حد قادر ان هو يدخل عليها ويفبركهم زي ما هو عايز. في فرق بين انها تبقى موجوده ويبقى انت اللي مصورها. دي طبيعه شغلي. وعن طبيعه شغلك بتفرض عليك انك تصوري السلبيات والازمات بس. لما حد بره كان بيسالك على اللي بيحصل في مصر كنت بتقول له ايه؟ فتره بتحصل بعد اي صور وهتعدي الاحسن ان شاء الله. والاحسن ده ما كانش هيتحقق غير بنشر الفيديوهات اللي سلمتها لعدنان. انت كنت كاتبه على المدونه بتاعتك بتاريخ 25/3 بتهاجمي فيها سياسه الحكومه، وقبلها كنت رافعه شعارات للاضراب العالمي. انا هاجمت في حدود النقد المسموح. كنت بتدي كام لامينه نظير الشغل اللي بتبعته؟ مجموع المبالغ اللي اخدتيها من دياب قد ايه؟ جيبوا اللي اتصل بيا وكان المفروض يجي معاك. فعلا يا باشا، بس امه تعبت فراح وديها المستشفى. ليه؟ سلامتها خير؟ لا خير ان شاء الله. دلوقتي يوسف الحكومه مسكته واحنا بننفذ العمليه اللي سعادتك امرتنا بيها، وكنا محتاجين نخرجه. مين اللي محتاجين يخرجوه؟ يعني كلنا سعادتك، انا ودياب واهله. انتوا كلكم ولا حاجه؟ يوسف نفسه ولا حاجه؟ سعادتك ده راجل من رجالتك. رجالتي بأمارة ايه؟ انتوا مش خلاص عملتوا فيها رجاله وتفوتوا في الحديد؟ خلاص هو يخلص نفسه. ما ينفعش سعادتك برضو. كان في فار صح الصبح في الغابه وقال لنفسه انا اسد، بص في المرايه وقال انا اسد مش فار، لم الناموس والهموش والبراغيث التافهين اللي زيه وصرخ فيهم وقال لهم انا اسد مش فار. برغيت نطت والهموش جري فزع، قال لك اذا كان كل دول صدقوا ان انا اسد مش فار، انا اروح لملك الغابه للاسد نفسه واقول له انا اسد زيك. وراح الفار للاسد في عرينه، اظن بقيت الحكايه انت عارفها، مات. بس تعرف مين اللي عجبني في الحكايه دي؟ اكيد الاسد ساعدك. لا الفار، عشان صدق نفسه وكمل حكايه للاخر. كان فار شجاع. انا النهارده ما وريش شغلانه غير يوسف افندي ده، ناس داخله وناس خارجه ومحاميين وايه، واضح ان حبايبه كتير قوي. اه فعلا يا فندم، هو محبوب قوي من كل الناس. امال هو فين؟ يوسف تعالى يا يوسف.
انا هسيبكم 5 دقايق مع بعض كده وارجع لكم تاني. يوسف تعالى اقعد. انت ايه اللي جابك يا غاليه؟ انا ما كنتش حابب تشوفيني من هنا خالص. انا بجد مخضوضه ومش مستحمله ان انت موجود هنا يا يوسف. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، بليز قول لي. انا ما عملتش حاجه. هما اكيد جابوني هنا بالغلط وكلها يومين وهطلع. ايه دي بقى؟ ازاي بس يا يوسف ازاي؟ جيجي قالت لبابي غير كده. وقالت ايه بقى جيجي هنا؟ قالت له ان انت عملت مصيبه كبيره ومش هتعرف تخرج منها. بابي صدقها مش عارفه ليه. طب وانتي مصدقها؟ لا طبعا مش مصدقه اي حاجه، هصدق ازاي عليك حاجه زي دي؟ مستحيل يا يوسف، مستحيل انت تعمل حاجه زي دي خالص. خلاص انا ما يهمنيش اي حد تاني. وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي يا يوسف. ما تخافش، بابي حط لك محامي وانا هفضل جنبك مش هسيبك. ان شاء الله خير. كل يومين وهطلع ادعيلي. هدعيلك، احبك قوي. طب اتفضل يا مقدس. لا معلش مرة تانية يا أم يوسف. يا دي لعيبة. ولا عيبة ولا حاجة، هو أنا ضيف. خلي بين معاكي لغاية ما أخرج يوسف. ربنا يخليك. امسكي. مستورة والحمد لله، يوسف مش مخليني محتاجة أي حاجة. يا ستي أنا عارفة، امسكي بس. امسكي. متشكرة أوي، ربنا يخليك يا رب. أنت دايما شايل هم الصغير قبل الكبير، ما تحرمش منك. ده يا أم يوسف أنت عاملة تكليف ليه؟ أنت زي أختي يعني. يلا سلام عليكم. مع ألف سلامة. لو احتجتي حاجة كلميني. ما تحرمش منك. سلام عليكم. عليكم السلام، مع ألف سلامة. مع السلامة. قول لي يا دياب، انت ليه قلت لي ان سبب رجوعك كان بسبب خناقه مع عدنان اللي ضحك عليك في فلوسك، مع ان كلام امينه بيقول عكس كده خالص؟ انا زي ما قلت لساعتك، الخناقه اللي بيني وبين عدنان كانت خناقه اهم من الفلوس، وانا شرحت الموضوع ده قبل كده لساعتك. انا ما قلتش حاجه. ما تتكلميش غير لما اسالك، فاهمه يا فندم؟ انا تعبت، مش قادره، ومش قادره افهم انت ليه مش مصدق الكلام اللي احنا بنقوله. لانك مصممه تكذبي. قولي لي يا أميرة، أنت لسه مصرة إنك كنت بتقومي بدور صحفي بس؟ أيوه، وأنا قلت لك الكلام ده. وأنا ما اقتنعتش باللي أنت قلتيه، لأن عملك الصحفي العظيم الأستاذ خابر واشتغل عليه مع عدنان، والباقي طبعًا أنت في أمان. حصل إيه يا دياب؟ والله العظيم ما حصل. والله ما حصل. اليوم ده أنا كنت هقتل عدنان. كنت هقتله بإيدي. أخدت مقابل مادي مع الفيديوهات دي؟ لا. مع ان دياب بيقول انك اتفقت على فلوس. ايوه ده صحيح، بس ما تمش الاتفاق بسبب اللي حصل. وبيقول كمان انه جاب لك هدايا. يا فندم دي حاجه مالهاش علاقه بالشغل اللي بينا. انت ليه حضرتك مش عايز تصدقنا؟ صدقنا ارجوك. وبعدين انا لو كنت زي ما سعادتك فاهم ان انا متهم وجاي هنا، انا كنت ممكن اعيش هناك واعمل الفلوس اللي انا عايزها واديها هي كمان الفلوس اللي هي عايزاها. هي دي الحقيقه، والله العظيم هي دي الحقيقه، صدقني. أنا دوري مش إن أصدقك ولا أكذبك، أنا دوري إن أوصل للحقيقة. هي دي الحقيقة، والله العظيم هي دي الحقيقة. هي دي الحقيقة. واد يا نحل، أنت يا ولد. أنا يا ست مجيب. كلمت لي رايق يا ولا؟ يا ستي والله كلمته، قال لي إن سيديبو راح الشغل. الشغل ايه يا ولا اللي راح؟ ده انا ابني من ساعه ما رجع من بره ما راحش الشغل ده. بقول لك ايه؟ انت والراقي بان عليكوا كدابين. وهيكدب عليك ليه بس يا ست مدياب؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر، ده اللي قلقني اكتر. طب ممكن بقى تسيبيني عشان ورايا حاجات، عايز اقفل اللي ورايا. مالك يا رايق؟ شكلك مش متظبط. زي ما تكون عامل عامله. عامله؟ عامله ايه يا عم ياسين بس اللي بتقوله ده؟ هل انت يا رايق ما قابلتش يوسف اليومين اللي فاتوا دول وعملت معاه حاجه؟ شقاوه يعني؟ شقاوه ايه يا ابو دنيا؟ ما كله على ايديكم، احنا بقالنا فترة ماشيين جنب الحيط. ويوسف ممسوك في ايه يا رايق؟ معلش عرفني. ولا اعرف قطاع زي النسوان، مش عارف اعمل له حاجة. هتلاقي عيل سوا من ايام زمان ليه حق عند يوسف. انا مش عارف البلاوي اللي عمالها تحدف علينا دي. قلنا نبطل الشمال ونمشي في اليمين. لا الشمال نافع ولا اليمين عاجب، هنعمل ايه تاني يا جدعان؟ ايوه. بس مش ده برضه الرايق بتاع كل يوم. القصة ياد مش قصة يوسف. عندك حق، هي مش قصة يوسف بس. ما ترمي يا ابني، ارمي خلينا نشيل معاك. ارمي ايه وادوشكوا ليه بس؟ اقول لك يوسف اللي مرمي مش عارف اطلعه من الزفت اللي هو فيه ازاي؟
ولا دياب اللي سابنا عك لوحدي ومشي، ولا العيال بتاعت ابويا اللي مربيه جوه المخزن، ولا سيكا اللي قاعد في البيت مش عارف الضربه تجيله منين. هقول ايه ولا ايه بس؟ ايه يا ابني انت مالك مكركبه على دماغك كده ليه؟ ما كل مشكله وليها حلال. يوسف يومين وهيطلع، ودي بتلاقيه بيقعد في اي حته، ما انت عارف مش هيتبقى بقى غير مشكله سيكا. اسمع بقى رايق واشتري مني يا ابني. ماشي عم ياسين، بيع لي، بيع وريحني. انا قلبي مش مطمن وبيقول ان ابني في حاجه. ما دام الواد الرايق كده بكده يبقى اكيد عامل مصيبه ومخبيها علينا. لو كرسان على الحوار من الاول كنت عرفت راسي من رجليه، بس هو قدامك اهو، ما تساله كده ما قاليش ليه؟ ما قلت لك يا ميمي، عالم لبط بس على مستوى عالي، اقول لك ايه اكتر من كده؟ يعني ايه؟ هيدخلوا لنا بجيش ولا ايه؟ حتى لو دخلوا بجيش، على الحرام نقلب عطورها وندفنهم جواها. لا لا يا مين، الكلام اللي بيقوله لك عم ياسين ده هو الصح. سيكا يغير قعدته ويبقى في الامان. ما البيت امان يا ابو دنيا، ايه القهوه بس اللي عوق شويه، مش هنقعد نسال كل واحد انت رايح فين وجاي منين. حلو قوي، اديك جبت الخلاصه. اسمع ده سيكا، تجيب شنطتك وحالك ومحتلك وتيجي على المطرح عندي. يجي مطرح فين يا عم ياسين؟ ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش يا ابني؟ يا عم ياسين مش عايزين يتقل عليهم. تتقل على مين يا ده يا وسخ؟ عيب الكلام ده. اسمع الكلام ده سيكا. يدوم العز يا عم ياسين. بس اسمع، اللي اقوله شرط اخر نوم. اوعى تكون بتشخر وانت نايم ثلاثة، بالله العظيم ابعتك لاخوك تاني. ده بس في نظر على الموضوع ده يا عم ياسين. يبقى بتشخر. ده زمارة قطر يا ابو دنيا. ماشي يا عم مين؟ مش هرد لاخوك. خد خد سلك سلك. ايوه يا رايق، في واحد هنا مستنيك بيقول ان اسمه ابو يحيى. انت بتقولي ايه؟ ما تقلقش يا اخويا، احنا كويسين مستنيينك. طب فين يا سماح؟ انا جاي. في يا رايق، مش قلت لك هنقلبها طرب وندفنهم جواها يا عم ياسين؟ بينا يا رجاله. خليك هنا يا سيكا. ازاي يعني؟ اسمع الكلام. يلا يا عم ياسين. انزل تحت هذا النحلة. جري يا ابو يحيى، علموك تدخل على البيوت ورجالتها مش موجودة ولا ايه؟ انا ليا حق عند اخوك. ولما انت ليك حق عند اخويا، جاي تتكلم فيه مع النسوان؟ واللي عامله معايا اخوك شغل الرجالة ولا شغل النسوان؟ البيوت لها حرمة يا أبو يحيى. جاي تكلم الرجالة، اتفضل معانا تحت. نتكلم تحت. بص يا ابو يحيى، انت النهارده غلطت غلطه كبيره قوي لما دخلت بيت ميمي الرايق في غيابه. انا ممكن اخلي الرجاله ياكلوكوا صحيين. انت كده هتولعها نار يا رايق. انا ورايا رجاله كتير قوي يولعولك في ام الحته دي كلها باللي فيها. ما تخلقش اللي يمس حد من الحته دي واحنا عايشين فيها ويطلع سليم. الحريم عندك فوق يا اخي، اسالهم اذا كان حد فينا ضايقهم ولا لا. وبعدين انا اللي دخلني بيتك بالطريقه دي الباشا اخوك المحترم الذكر اللي سرقني وخاني بعد ما وقفت جنبه. ما انت برضه لبسته في الحياه. انا لبسته في الحياه؟ ده انا كان ممكن اخلص منه واتويه واحطه في اي حته، بس انا برضه عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. ابا غلطان يابا؟ طبعا غلطان. كان ممكن تجينا من الاول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يراقبوه. طب احنا نسيبنا من الكلام اللي ملوش لازمه ده. انا ليا عند اخوك لابتوب وشويه فلوس، عايزه. واذا كان على اخوك
والله ان قلبه ابيض. اسامحه. فين اللابتوب والحاجه؟ اللابتوب هيجي لك. انما الفلوس دي بقى اعتبرها هديه دخلت علينا بيها. هديه كبيره تليق بمقامك. كده مالكش اي حاجه عندي. في حد شاف اللابتوب ده يا سيكا؟ لا. طب بس انا عايز افكرك، لو في اي حاجه حصلت انت المسؤول قدامي. جري يا ابو يحيى، ما خلص الكلام. ماشي، وانت راجل طيب مش هوصيك بقى، عايزك تفهمه وتعقله انه ما يعملش كده تاني مع ابو يحيى. ما قالك خلص الكلام، حقك معاك. انا بقى اللي بوصيك، لما تشوف سيكا تاني باخد بالك منه. استنى ابو يحيى لما اطلعك على اول الشارع. اصل انت دخلت المنطقه دي والناس نايمين، بس مش هتعرف تخرج منها وهم صاحيين. افتح يا ابني. بس اتكتب لي طريق.